مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تحضرونا، منرحب فيكم بحلقة جديدة ومميزة من عالم التسوق. أنا متأكدة أنه في كتير من الأشخاص استخدموا الطرق التقليدية لحتى يتخلصوا من الإجهاد والإرهاق والانتفاخ اللي ممكن نشوفه على بشرة وجهنا، ومن هالطرق هي مكعبات الثلج، البادز الثلجية، بالإضافة إلى أنه ممكن حتى نحن نرش وجهنا بالماء لحتى نحس بالانتعاش. لكن للأسف صار في كتير من الأشخاص ما بيعرفوا أهمية البرودة وكيف هي مفيدة للبشرة. صحيح ميسا، ولهيك نحن هلأ لازم نعرف مشاهدينا على الجهاز اللي مقدمين لكم اياه اليوم. جهاز كهربائي مميز جدا فرنسي، رح يأملكم برودة مستمرة خلال استخدامه، يعني رح يغنيكم كمان عن الطرق التقليدية اللي بنستخدمها اللي ذكرتيها ميسا، مثل قطع التلج اللي بتبين الفوضى طبعها دغري على وجهنا خلال ثواني، أو حتى الآيس بادز اللي بيعملنا مثل بلوك على وجهنا وبالطبع بياخدوا من حرارة الوجه فما بيحافظوا على برودتهم. اليوم عم نعرفكم على ديرم آيس، جهاز فرنسي رح يأملكم برودة مستمرة قد ما استخدمته. طبعا سارة، هيدا هو الديرم آيس، هو على فكرة بيشتغل على مبدأ بيستخدموه من مئات السنين، وهو العلاج بالبرودة أو الكريوثيرابي. وأي نعم انت قلتي أنه في طرق بديلة، وأنا كمان ذكرتها مثل مكعبات التلج، لكن بنعرف أنه مكعبات التلج هيدي بمجرد ما تلامس البشرة فهي عم تدوب، وهيدي العملية بحد ذاتها مزعجة. درجة برودتها كمان على فكرة بتختلف، يعني ممكن حتى نحن نحط درجة برودة أكثر ما البشرة بتتحمل، وهيدا طبعا شيء ممكن يأذي الشعيرات الدموية الدقيقة اللي بتكون موجودة خاصة في محيط العين، وممكن تأذيها بدل ما نحن نفيد بشرتنا. الطريقة الثانية اللي هي البادز الثلجية بنخليها بالفريزر، بتحمل معها رائحة المواد الغذائية اللي بتكون موجودة. صحيح. كمان مثل ما قلتي كتير مزعجة، بدل ما بتعطينا البرودة بالعكس بتمص من وجهنا نحن الحرارة. ديرم آيس كتير مميز، ليش؟ لأنه هو بيمدنا بنسبة برودة ثابتة طول الفترة اللي نحن بنستخدمها فيه، وهي 4 درجات مئوية، وبيوصل للشعيرات الدموية اللي بتكون كتير دقيقة، لكن من دون أبدا ما يسبب لنا أي مشاكل. على كل الميسة اللي بيميز كمان ديرم آيس، هلأ أنت عم تستعمليه وعم تحسي يمكن بالانتعاش والبرودة اللي عم يعطيها، عم حس بهيدا. هيدي هي الميزة اللي بتميزه يمكن عن كل شيء تاني، أنه هو بالإضافة على أنه بيساعدنا على التخلص من الانتفاخ حول العينين، هو بنفس الوقت بخلصنا من الستريس وبيعطينا هيك شعور بالانتعاش والحيوية وبالنشاط، عرفتي؟ فهو كتير مناسب للأشخاص اللي بيتطلب منهم عملهم يمكن أو أي أسباب تانية أنهم يسهروا لساعات طويلة، مثل مضيفات الطيران، يمكن الأطباء لأنهم دايما بيكونوا on call يمكن كل الليل، أو حتى الأمهات الجدد، حتى الأشخاص اللي بيروحوا بالصيف كتير على البحر وبيتعرضوا للحروق من الشمس رح يستفيدوا كتير من ديرم آيس. وخبرية الحلوة كتير للسيدات اللي بيحبوا يحطوا ميك اب ويحافظوا عليه لفترات طويلة، بدي أقولكم أنه وقت اللي بتستخدموا ديرم آيس الميك اب رح يبقى على وشكم لساعات اضافيه. انا كثير على فكره استمتعت انت قاعده عم تحكي وتخبري مشاهدينا، وانا بنفس الوقت قاعده عم بستمتع. صحيح. عن جد ال4 درجات مئوية اللي عم يمدها بشكل مستمر للبشره كثير بتحسسنا بالانتعاش وبتعطينا ريلاكس. كيف الانتفاخ اصلا بيصير ببشرتنا؟ لانه الجسم بمجرد ما يكون مجهد، خلينا نحكي خصيصا عن بشره الوجه، بتحتبس او الخلايا بتحتبس المي بداخلها. نحن لما بنستخدم الديرم آيس فبكل سهوله هيدي الخلايا بنساعدها بالبرودة هاي ان هي تتخلص من المي اللي بداخلها، فبالتالي بنتخلص من الانتفاخ، بتسكر لنا المسامات وبتعطينا كتير من الفوائد اللي أكيد رح تتعرف عليها في سياق الحلقة. ميسا، ما في أحلى من أنه نحن دايما نحس بالانتعاش، مش بس اليوم شوي خلال اليوم، وإنما كل يوم وطول اليوم. أكيد. لهيك نحن عم نقدم لكل المشاهدين اليوم ديرم آيس. على كل ما بدي أقلكم هلأ نحن شو بيحتوي ديرم آيس. هالعلبة بتحتوي على الجهاز الكهربائي، على الشاحن، على الباوتش، وبالإضافة لمفاجأة كتير حلوة ما رح أخبركم عنها هلأ لتكملوا الحلقة وتعرفوا نحن شو عطينكم هدية مع ديرم آيس. رجعنا لكم مشاهدينا مع ديرم آيس، المنتج الفرنسي اللي احنا مقدمينه لكم اليوم لحتى تتخلصوا تماما من مشكلة الإجهاد والانتفاخ اللي ممكن تشوفوها على بشرة وشكم. هلا صار الوقت انكم تتعرفوا عليه بشكل اداء بالتفصيل، كيف هو راح يشتغل على القضاء على هيدي المشاكل. بالبداية هيدا هو الديرم آيس، مثل ما شايفين شكله كتير صغير وبنفس الوقت شكله كتير انيق. هلا لو لفيته عن الجنب بتشوفوا ان هيدا هو رأس الجهاز، بس رجعته لورا ضو عندي هون ضو، هيدا الضو معناه الجهاز صار عم يشتغل.
لو شفناه من قدام هيدا جزء منه هو المسؤول عن توصيل البرودة من الديرم آيس للبشرة. الجزء العلوي منه بنستخدمه لمحيط العين، والجزء اللي تحت منه بنستخدمه للبشرة ككل. صحيح ميسا، واللي بيميز كمان جيرم آيس أنه هو بيبرد بأقل من دقيقة، يعني العملية كلها ما بتاخد دقيقتين، بتكون كلها يمكن خالصة. وكمان بدي أقول أنه هو كتير مميز بما أنه بحافظ على درجة برودة مستمرة كل ما عم تستخدموه، وهي 4 درجات مئوية. صح سارة، وطبعا أنا هون بنصح كل المشاهدين إنهم يستخدموه عكس الجاذبية، يعني من تحت لفوق مثل ما أنا عم سوي، من تحت لفوق ومن جوا لبرا، بخلص نص الوجه وبعدين بخلص النص الثاني، وبمجرد ما يلامس البشرة فعلى طول أنا بحس بالإنتعاش أو الموديل أو أي شخص عم يستخدمه. واللي بيميز كمان ديرم آيس أنه هو كتير عملي، يعني ما بيتأيدوا فيه كل الأشخاص اللي بدهم يستعملوا لا بمكان معين ولا بزمن معين. واللي بيتميز كمان فيه انه هو مو بس لحتى يخلصنا من الانتفاخ، كمان في شغله كتير مهمه، هو بيساعدنا ان احنا نتخلص من المسامات المفتوحه اللي كتير مزعجه. نحن بنعرف حتى السيدات قديش عندهم هيدا الشيء كتير مهم، قبل ما يستخدموا الفاونديشن لازم يعملوا اي شيء لحتى يسكروا فيه المسامات، لانه الفاونديشن على بشره فيها مسامات مفتوحه كتير مزعجه. ممكن نحن بكل سهوله نستخدم الديرم آيس لحتى نسكر المسامات، وبنفس الوقت ساره هو بيثبت المكياج. صحيح ميسا، ولهيك انا كمان بدي اطمن كل الاشخاص اللي بدهم يحصلوا على اللي بدهم يطلبوا ديرم آيس وينبسطوا بالنتائج اللي رح يعطيهم اياها، انه هو خلال فتره قصيره رح يصير كانه البست فريند اللي لهم، يعني ما رح بقى يقدروا يستغنوا عنه، رح يحطوه بروتينهم اليومي لانه رح يعطيهم هذا الاحساس اللي قلنا عنه بالراحه والانتعاش والنشاط، بالاضافه للسيدات بما انه بحافظ لهم على الميك اب، والاشخاص اللي بحسوا هيك بتعب وارهاق خلال اليوم. مو بس هيك سارة، كمان على فكرة مشاهدينا فيكم تستخدموه مع أي تريتمنت عندكم بالبيت، كريم صباحي كريم مسائي، لأنه لما تستخدموه مع ديرم آيس فهو بيعزز من فعالية أي تريتمنت، وبيساعد على وصول الكريم هيدا لحتى أعمق طبقات البشرة، فبالتالي سارة بيعطينا فعالية أكتر من الكريم. ولهيك ميسا هلأ صار وقت خبر المشاهدين عن المفاجأة اللي كنا وعدناهم فيها ببداية الحلقة. مشاهدينا أنتوا بوقت اللي بتطلبوا ديرم آيس رح تحصلوا معه على هيدا الكريم، كريم للوجه طبيعي 100%، بيساعد بشرتكم أن تكون أكثر تماسك ومرونة ونعومة، بسكر المسام وبشد البشرة. كريم رائع جدا مثل ما قلت لكم، هو طبيعي 100%، أو كتير يعني منه سميك أبدا، كمية صغيرة منه بتغطي كل الوجه، ولهيك نحن حبينا نقدم هالهدية القيمة لكل مشاهدينا وقت اللي بيطلبوا ديرم آيس. طبعا مشاهدينا على فكرة طريقة استخدامه جدا سهلة، وهين أنا بدي أفرجيكم هون على الموديل عن جد كيف كمية بسيطة منه بنقدر إن هي تكفي لكل البشرة. ريحة الكريم كمان صار كتير حلوة وكتير مناسبة. طبعا هيدا الكريم بيستخدم الصبح وبالليل، يعني مرتين باليوم لحتى يقاوم علامات التقدم في السن. طريقة جدا مثالية لأنه رح نستخدم معه الديرم آيس اللي هو بيعزز من فعالية الكريم، وبنفس الوقت بيخليه يوصل لأعمق طبقات البشرة. صحيح. لحتى يعالج مشكلة التقدم في السن. طبعا نحن بنعرف قديش هيدا الشيء كتير مزعجنا، وقديش هيدا الشيء كتير نحن ما بنحبه، لأنه هو يعتبر يعني كابوس بالنسبة لأي رجل وامرأة، لأنه نحن بنعرف أن علامات التقدم في السن كلنا بنحاول أن نحن نتخلص منها. فإذا نحن ننطر 30 ثانية وبنرجع بنستخدم ديرم آيس، ديرم آيس لحتى نتأكد وصول التريتمنت تبعنا إلى أعمق طبقات البشرة. هلأ برجع بشغله مرة تانية، بكل بساطة برجع راس الديرم آيس لورا، بنشوف اللايت شغال على طول، رح يبرد السطح اللي هو بيوصل لنا 4 درجات مئوية، يعني بشكل عملية كتير بسيطة وسهلة، وبتعطينا هيدا الشعور الرائع اللي أنا على فكرة وقت اللي جربناه دغري حسينا بالفرق، يعني دغري بتحسي بالبرودة، دغري بتحسي عم يعطي نتيجة فعالة على بشرتك وعلى وجهك. هو على فكرة مثل ما قلتي بالضبط، طريقة جدا فعالة ومثالية، وبتكون في متناول ايدنا بأي مكان. هلا رح تتخلصوا تماما من مشكلة الانتفاخ، كل اللي عليكم تسووه هو انكم تتواصلوا معنا، ونحن بنكون كتير سعيدين لحتى نوصل لكم ديرم آيس. انتفاخ حوالين عيوني مشكلة بعاني منها كل يوم، جربت كتير منتجات لأتخلص منها بس ما أخدت أي نتائج. بالماضي كنت استعمل مكعبات التلج، بس التلج كان كتير يزعجني لما بيدوب. وقتها جربت ديرم آيس وحبيته لأنه بيعطيني تبريد مستمر على وجهي، واستعماله سهل وما بيسبب الفوضى.
صرت استعمله كل يوم الصبح قبل ما اروح على الشغل وبالليل قبل ما انام. انا هلا كثير مبسوطه لانه عم بستعمل ديرم ايس. شغلي بتطلب اني اسافر كثير وهذا الشيء بياثر على نومي وما بيخليني اخذ كفايتي من النوم، وطبعا كان وجهي دائما متنفخ وتعبان، فكنت استخدم كمادات الثلج والمناشف البارده، بس كان استخدامها يزعجني كثير، لازم اغطي وجهي كامل وما اعمل اي شيء. بعدين استعملت ديرم آيس، ريحني استخدامه كتير وحسيت بشرتي كتير أحسن مع الوقت وما عاد شفت التعب على وجهي مثل قبل. أنا كتير مبسوطة أني استخدمت ديرم آيس. مشاهدينا اليوم بنكون تعرفنا على هالجهاز الفرنسي المثالي اللي رح يقدر يخلصكم من مشكلة الانتفاخ حول العينين ويعطيكم شعور بالراحة والانتعاش والبرودة كل الوقت. هالجهاز مثل ما قلنا بيحافظ على درجة برودة مستمرة بتعادل 4 درجات مئوية خلال فترة استعماله، وبيخلصكم من الطرق التقليدية اللي كنتوا تستخدموها مثل الآيس بادز أو قطع التلج. اليوم مع ديرم آيس رح تحصلوا على هذا الإحساس الرائع بالراحة والانتعاش خلصوا من الانتفاخ. يعني بكل بساطة مشاهدينا الديرم آيس بخلصكم من الانتفاخ، بيساعدكم على التخلص من الإجهاد وبيعطيكم الإحساس بالانتعاش. بنفس الوقت هو بيسكر المسامات، ولا تنسوا أبدا كل السيدات بيقدروا يستخدموه لحتى يثبتوا المكياج، وهو بيأخر من ظهور علامات التقدم بالسن. خليني أرجع أذكركم مرة جديدة شو هي محتويات البوكس اللي راح توصلكم مع ديرم آيس. خلينا أول شيء نذكركم بالجهاز، هيدا هو ديرم آيس، طريقة جدا مثالية وفعالة لحتى نعالج كل المشاكل كلامنا عنها، بالإضافة إلى الباوش اللي بنقدر نحفظ فيه الديرم آيس. ولا ننسى الهدية القيمة اللي نحن مقدمينها لكم اليوم لكل مشاهدي برنامج عالم التسوق، كريم طبيعي 100% بيساعدكم على التخلص من علامات التقدم في السن، بيشد البشرة بنفس الوقت بيساعدكم على تسكير المسامات. وإذا خلص من عندكم هذا الكريم لا تقلقوا أبدا، فيكم مع مرة جديدة ترجعوا تتصلوا فينا وتطلبوا.